وبعيد اللقاء أدلى رئيس برلمان الأطفال بالتصريح التالي لقناة الموريتانية: بدأنا من خلال لقائنا بالوزير الأول ونحن قدمنا طلباتنا وحقوق الطفل، وأكدنا أن هذه الطلبات هي تتحقق بحول الله مع السعي مع الحكومة. قدمنا لهم برنامجنا، قدمنا لهم مذكراتنا نحن ندوره الأشياء اللي راتها تحقق لنا، وأكدنا بنسبة 100% أن هذه ليتم العمل عليها. وهنا نحن المكتب البرلماني بالنيابة عن زملائنا البرلمانيين 136 بالنسخة الحالية، نحن هنا في نسختنا الرابعة مع برلمان الأطفال. أشكر معالي وزير الأول على الاستقبال وعلى ترحيب بنا كبرلمانيين، وأشكر معالي وزيرة الأسرة والطفولة. نحن هنا بالنيابة عن زملائنا في البرلمان نريد أن نوصل صوت الطفل وحقوق الطفل إلى الجهات المعنية.